جاءكم نوع من جديد يختبر العاب زانجر النسخه الخاصه من جديد، فشاكم نبدا بدون ما نطول الكلام. فاول لعبه من ليفي اسنت من عبد الله حمصي اتش او ام اس اي، ما يمكن يشتغل ماذر بورد. الالوان جميله للصفحه اتليست، مريح العينين على ما اعتقد، لان انا اخر واحد يتسلون على الالوان. ليفي اسنت سبورت ذس جيم، حيث تقوم بزراعة بدون سحرية وتستخدم الرقم المثبتة كسلم لتحقيق، قاعد اتاكد من تسجيل الميكروفون، النجاح. تحكم في تفاحة مغامرة، تحكم في تفاحة مغامرة مصممة على الوصول للباب الشامخ في قمة الجبل باستخدام تحكمات الماوس البديهية، تشبث بالاوراق السعود وافلت القفز نحو وجهتك واجمع البدور لتعزيز تسلقك. سيطر على فن التوقيت بينما تشحر مياد البدور لتجاوز العقبات وفعل البدور في الهواء لتصنع مسارات جديدة. Let's give it a try. في expand أو full screen which is good. فقال تحكم بديهي بالماوس، ما أدري إذا في تحكم كيبورد ولا، but we will see. أقدر أرجع الكاميرا تحت من جديد. شكل اللعبة شوي دسمة، نعم فيها. اوكي، في عندك tutorial optional which is good. ما اشوف كأنه عارف ايده انه في النص ان كان كلمة start. hold to grab the leaf but I'm flying. What's going on? وين التحكم البديهي؟ بدي يختفى. اوكي، هذا التحكم البديهي. اوكي. All to fill to explode space. خليها فلت روحها عشان اسوي ستارت. There. I hate you. اوكي. القنبلة ما بتنفجر الا مع السبيس اعتقد. اها، ذات واز فاست. اوكي، يعني مو لازم في اي مكان تشتغل اللي فهمته. وين اختفى المؤشر؟ That way too fast. Come on. Okay. الخطأ مني، واللي علم كيف العب. No problem. ايه هذا تون البداية. you throw it away. فجعتها مرة بدري، ما عندي ليش متخوف على رزق، لأن الجاذبية والحركة الحق ال مرة سريع. صحيح، ايوه جبت العيد اخرته. Way too far. فلا تروحي انا عمد المرة. ترى انا سيد ما شغل العداد كالعادة انا وجهي، خليني نحطه 6 دقايق. لاني ابي اختبر 6-7 العاب. كمان.
هذا التيرو ثاني دوم انا عفوزه. بس ما احس ان الخطأ مني لان اعرف نفسي ان انا غشيم في العاب السكيلز زي كده. Or maybe this is asking way too much from me. I don't know. أنا بدي أشوف أكثر قبل ما أغادر اللعبة يعني. Oh, give me a break. قاعد أحاول أعتمد على سقوطها أكثر ما يعني أفجر بعد ما تسقط. عملها أقوى بشوي. What happened? Same. في أمل. فلت روحك. أيوه ما بغينا يا شيخ. زين. لا. To be honest, ما أدري إذا أنا ما زلت التوتوريال للدور الأول, بس إذا كان في ميكانيك أكثر من كده that will be really nice. بس واحدة من مشاكل الجيم إن الحركة كل مرة تحاول تحرك فوق الماوس يظل يركب فوق يركب فوق يركب فوق. فواحدة من الحلول إما تخلي يعني أنا أشوفه يعني الماوس صار عقبة للجيم بلاي. فعادة الألعاب زي كده تخفي الماوس اي نمبر 1 نمبر 2 تجبر الماوس ان يكون في النص بحيث ان كل مرة تحركه تترك الماوس يرجع الماوس للنص عشان ويكون مخفي في نفس الوقت عشان اللاعب ما يركز على الماوس والماوس يطلع برا الشاشة وتستعبط ويركز على الجيم بلاي. فهذه واحدة من المشاكل يعني التحكم which could be fixed other than that الميكانيك ما فيه الاهتمام. حركة الشخصية يمسك بيد ويفلت بيد يعني لما تمسك باليد اليمين بالمرة الثانية بتمسك باليد اليسار ففيها تاكتيك الشغلة فvery interesting mechanic very nice it's a good يعني بداية جيدة ان تعمل قواعد قوية للجيم بلاي والبازل بس it need more mechanics to be a real game يعني. فا hopefully خليني أشوف الأدوار القدام. main menu. مثلا خليني نشوف دور ثالث أو رابع أو whatever. فقط بدور. which is understandable كلعبة زنجة. okay سوى مختلفة. and بسبب الماء ما اقدر امسك يعني كي ما ليه ما هذا يمسك بسهولة I don't understand what's going on to be honest جبت العيد ما مسك. Anyway, this is a good start واللعبة يعني جميلة تكفي إن يعني واحد من الأشياء اللي تخلي اللعبة تعرف إن ناجحة ولا لا إن لما اللاعب يحاول يلعبها بزيادة يعني ما بدي أخلص بدي أخلص الدور ما بدي بس قدامنا ألعاب زيادة نقدر نلعبها ونجربهم so. عندي في الثانية. ما ادري ليش السماء حمراء ما ادري يروح فلت روح ليه فلت روح بابا hey. I don't know what ما ادري ليش التحكم شوي غريب ما اقدر فلت روح الحين مثلا هل هي اللي بسبب الماوس I don't know يمكن لاني عملت له not full screen
But next game. Next game ما أقدر أقفل ده. أيوديا. اسم غريب. كان اسم كولت ولا مذهب ديني ولا something. من سارة. خليني أشوف. ما شاء الله الصور الريبريزنتيشن ذكرني بالريبريزنتيشن تبع باوربوينت. يعني تحس ان في يعني. ما ادري احس ان هذه جت سبك ثماني مدحة. كنت احاول اقول في مجهود لعمل البريزنتيشن. الكريدت لكل شخص ممتاز. الميوزك والارت. في شكل اتموسفير للجيم. فلس ران ذا جيم. في حتى فيديو. يا لس ران ذا جيم. اوكي جبنا العيد. نسيت ما نزل الجيم اصلا. فلا نزلته بعد ما عمل بوز. اوكي. I love the art style already. اوه القفزة. This is doesn't fit at all. شيء مو متوقع ان رات ارستال بس جمال ده انها شخصية توجي بسرعة ونقزتها مرة قوية في البداية. But it could be fixed and okay. في عدة خرائط بعد. خلينا نخفض على الميوزك شوي. فهذي يحكي القصة يعني بدون كلمات. ما اللي قاعد يلعبها ولد ولا بنت. بس السيمز بنت طلعت من بيت امها وابوها. And she went to the market. No, to the city. And جل الديب وكله. ديبين. لا ثلاثة دياب. لا أربعة دياب. أين اللعبة علقت يعني؟ أنا لما تأسكيب إميديت اللعبة تطفي. Oh boy. It's one of those. Let's give it a try. شنطة المدرسة دي اللي ماسكتنا ولا وش القصة؟ What's going on؟ ما أقدر أرجع المدينة. And ما أقدر نط. لما دي بيكون لازق فيك you cannot jump. So you must do it perfectly from the first try. Alright. Perfect. And the character gets stuck. يبين اللي تبع ده. SpongeBob. 2 years later. At least لو في طريق إني أرجع للمنيو بعد ما أموت. بأختبر اللي بأظل أحاول أكثر. Nope. One hit and you get stuck and you cannot do anything. Oh, the day لازق في الثام. It's a shame لأن الارت ستايل is nice but the gameplay is horrible unfortunately. فخلي نقوش مكتوب in how to play. Press R keys for movement, press left shift for running, mouse click multiple times when facing enemies, escape for exit. When you reach a wall's area and defeat them by clicking at them directly, exit the game immediately by pressing escape. اوكي شغلت لعبة مرتين. يا شغلت لعبة مرتين بالخطأ. زين فاقدر اعلق على شيفت عشان اركض. خلينا نضغط على الولفز. اي والله لما تضغط عليهم واجد يموتون. بس كده يعني just click on them. ما هو سلاح ما هو رصاص. just And that's it. What a shame. What a shame. بس شيء يعني مو مستغرب لأن there is a lot of freaking effort لوضع atmosphere ورسومات.
which is nice. بس هذه مي لوحة عشان الناس يطالعون فيها يعني. This is a video game, والفيديو جيم تحتاج إلى gameplay. يعني it's quite a shame, لأن يعني this is a lot of freaking work. Very nice work. بس التوجه الفني والرسومي جاء first والجيمبلاي جاء last, وهي النتيجة. مع قوة الرسومات ما أحب يتأكد اللعبة لأن الجيمبلاي is not good. This is it. Few clicks on wolves and you're done. Nothing else, nothing more. I love the art. أحب الخلفيات, أحب الاتموسفير في المدينة, بس التوجه you need much 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 more عمل للأسف. فمحاولة جيدة وبالتوفيق للأخت سارة. Hopefully next game you will get a programmer ويكون عندك توجه أفضل وتعملون شيء على مستوى أفضل. يعني art perfect, music could be better but that's alright, but dude the gameplay is not good, not good at all. But restore the peace by clicking on some wolves. Yeah, so the gameplay, ما أدري هل في شيء زيادة. أعتقد حتى هنا التعليمات تقول بعد ما تقتل الوحوش اضغط escape. وثانيا لاختبار الجيمبلاي اللي للأسف ما بدي أكرر نقطة عايده وأقول إنه مو موجود, الأفضل تخلي اللعبة يقدر يعمل retry, يتعيد اللعبة بدل ما تعصي سكيب تطفيها. بس this is a good attempt, good attempt. Hope to see more. Next game الغراز. تقريبا 99% من الألعاب المدخلة في زنقة اسمها الغراز, ولكن شيء متوقع يعني. من Wolf of War, كلمة واحدة Wolf of War. فالصفحة اوكي, في عناية في الصفحة من الخلفية وكده, وإن كان اللون الأبيض anyway ما ندقق لأن أنا أخو واحد يدقق في الأمور دي. This serve as a prototype for the bit simulator. تماغوتشي يعني؟ تحبون التماغوتشي؟ I used to play تماغوتشي a lot في التسعينيات أو آخر 99, بس anyway. It is submitted for the Zanga Game Jam and the game engine utility is Unity. Okay. واست للتحكم, على ده الناس يكتبوا واست مش ASWD, بس anyway بعض الحين اشوفه كده بس عادة يسموه واست. Right mouse, orbit camera. Orbit camera. Okay. Left click for play C Zanga. ففيها download, فخلينا نشغل الجيم على الكمبيوتر. او بوي, الكاميرا على طول دخلت في توجه نحو الاسهم. او بوي, اتوقع ان الجويستيك موصله. نو طفي اللعبه وشغل من جديد. اوكي يا لانه كان الجويستيك موصله and he didn't check the control. اوكي ساقه سومات لابس باك شغل التحرك بالمفاتيح وازد. ازرع البدرة بالضغط على الماوس. That's it. Okay. Is this like clicker game? مع اني انا احب الالعاب اللي فيها تاكتك معقد, بس في بعض احيان
العب بالساعات وبالايام، العب الكلوكر لان ما احذفهم because they really eat my time. ازرع البتر بالضغط على الماوس. So I love clicker games unfortunately. unfortunately فالعاب الكلوكر اذا كانت تندمج مع الار بي جي والجيم بلاي، كل مره الكلوكر تعطي اللاعب فرصه انه يلعب اكثر كل ما تكون افضل بالنسبه لي. بس مشكله العاب الكلوكر الامور ما تصير لها قيمه اذا كان الاعداء اعطاقتهم 99 مليون يعني، ومليون يصير ما له قيمه وما في نوع من it just increase increase increase. يعني واحده من اول العاب الار بي جي او التاكتيك استراتيجي اللي لعبته ديسكيه كان فيها مفهوم ان الشخصيات ممكن توصل لليفل 9999 وتعيد ولادتهم و ويصيروا اقوى 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 اقوى، بس عندهم زي ما تقول بالانس جميل جدا، تقدر تحس بقوة الشخصيات بوزنهم، وان كان ان في طفرات وراثية يعني غير طبيعية بين الليفل 1 و 9990 ويعني ازيد لك من البيت شعر، الاجزاء القدام اعتقد الحد الاقصى اكثر 999 الف او 99 الف او something، بس اول جزء كان 9999. بس anyway الالعاب زي كده شيء غريزي للاسف الشديد، يعني اقوله اتس فان تو بلاي، انك تضغط وتحصل تضغط وتحصل تضغط وتحصل. الرسومات والموسيقى الهادئة بعد it's helping but I hope there is more to this game. فخلينا نشوف ايش في كل انسى ما شغل العداد انا وجهي لاني ما ابي اظل نص ساعة اتكلم في نفس الجيم بقية الجيم سياخد وقت اقل. فزيادة عدد الرفاق تم شرائهم، اوكي موافقين. هل هذا يعني يعمل كليك بنفسه؟ يب. فعندي 1400 ريال لازم تستني. once only ب10 ريال تقدر تخلي ضرب البيت او قوة زراعة البيت اقوى من 100. only once again. كم فتح المنطقة الجديدة؟ 1000 اعتقد ب1000. يا لان مكتوب في الهد نفسه مش في حبة الشراء. هل ضغطي قوته زادت بعد؟ لان ما من قبل كان ضغطي قوته 10 فقط. هل في بيتس يجمعون الفلوس بدل ما تروح تجمعهم؟ ولا البيتس فقط يضغطون؟ هل النوع النبتة يختلف؟ ففي عدة اشياء يعني تقدر if it's only clicking it will be a shame. يعني اللاعب مع مرور الوقت بيمل. هل القش تختفي مع الوقت بعد؟ so المفروض اجمعها اول باول. اوبس. فخلينا نروح المنطقة الجاية ونشوف شو الطبخة. اتمنى في بيت يجمع الفلوس because this is a lot of waste already. ايوه زيادة على الرفاق، زيادة على الرفاق، قوة الماوس، زيادة على الرفاق. فأقدر أخليهم هم اللي يضغطون وأنا اللي أجمع، بس للأسف ال قوة الرفاق دي شريتها غالي. فواحدة من الأشياء ما تدري إذا شريتها من غالي ولا لا، وثانيا الألعاب زي كذا عادة تكون ما لها نهاية أو طويلة جدا. هل برمج اللاعب أو المطور برمج اللعبة بحيث أن من السهل يصير دايناميك سين كرييشن بحيث أنه يضيف الدكاكين، ولا لا هو حطهم يدويا كل دكان لحاله؟ عادة الأمور كذا يعني تكون بالهاد
إني يعمل هاد الدكان نفسه ويعمل شجرة سكيلز، ولا بيكون السكيلابيلتي للعبة مرة متعبة مرة بطيئة يعني إني يضيف زيادة فوق الجيم. This is not stackable إذا كان manual كل الشغل ده لعمل الخريطة. وثانيا هل في أنواع بت مختلفة؟ مثلا بت يجمع القروش، وثاني من تطلع من المربع على طول يطلعون كلهم يعني. ف so it's I feel there is something more. Again ما أدري وش اللي شريته. آه يقول لك تم الشراء. آه أوكي 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 أوكي، بس ما نفس اللون الهاد. سو بيكون شيء أفضل إنه يتغير الزر لونه، حيث مثلا رصاصي، بحيث إنه يعرف اللاعب من أول وهلة إنه هي بادت يعني. طيب بعيد مكتوب التحديثات جاية قريب إن شاء الله. Again أنا أحب الكليكر جيمز unfortunately that الشيء زي ما أقول يعني ما يبالي سكيل الألعاب زي كده. صعب تطور اللعبة إذا بتعتمد على الخريطة، إلا إذا كان في طريقة تعملها ديناميك أو قصة أو something يعني more than this يعني، لأن أنت ما تبي تبهدل نفسك يعني. it's an interesting style. أنا ما عمري شفت لعبة كليكر. معظم ألعاب الكليكر نفس الصفحة يعني وما تكون أصلا خريطة، والهاد الأشجار تكون مرة عملاقة بس ما في تغيير. هذه اللعبة سوت شيء جديد إن التغيير ممكن، بس في نفس الوقت كان طريق يعني في جامب but that's it. It's plain. You cannot explore. No secret passages. يعني ممكن هذا الشيء، والأرض مرة سطحية، ممكن ده الشيء تعمل إن يكون كأدفنتشر وكليكر بنفس الوقت. وستوري وايز في ستوري، في أسباب، في أشياء مختلفة تقدر تسويها. That will be really nice experience يعني، بس بتاخذ جهد وتحتاج إبداع يعني. بس so far الميكانيك محدود للأسف، إنه الشراء محدود، الأماكن محدودة، الأشياء اللي تقدر تسويها محدودة، النبتات مو في يدك وش النوع. So but it's a good start. It's a good start and unique. And I like it. في أمل إن اللعبة دي ممكن تكون شيء قوي. يعني لو هي مغامرة وقصة وفي ستوري، إن شاء الله القصة ما تكون مو لازم فاينل فانتازيا وقصة عميقة يعني. إن شاء الله like في قفلة ضايعة. You need to take care of something. I don't know. اخلطها بالتاماغوتشي. Do something about it and it will be really nice. بالتوفيق. Let's take a look on the next game. Wait, كيف اطلع من الجيم؟ Menus. You need menus. This is not good. دائما اعيد اكرر واقول menus. وثانيا يا الفلوس كلها طارت حرام. Anyway. Next game اسمها Game Jam Zanger. Really? من عبد الرحمن. This game made for Game Jam Game Zanger. I am work today on the game and I think it good for 2 days. Okay. Have fun. This is not the huge project or something. You probably will face some error. Share. Okay. تحكم AD or left to right arrows. Using numbers 1, 2, 3 to change type of tree. Use scroll bar, water can, press E to open market, escape to open. Let's download it. Okay, let's test the game. ونشغل عداد من الحين. Made by Unity. By, with. Made by عبد الرحمن. العب اغلاق. Okay. فقال E تفتح الماركت. شجرة التطوير. ما يمديك تقفلها الا بالاكس. اوكي او بوي. انزين كيف تسح الشجر؟ قال نسيت.
خلينا نفتح الصفحة من جديد. Use space bar to change shovel to water can and so on. Okay. Space bar. Oh, باليمين تضغط. لو تخلي حرف الاي يفتح الماركت وحرف الاي من جديد قفله it will be really nice. او اسكيب مثلا عشان اقفل الماركت. لان شيء مزعج انه لازم اضغط بالماوس بال عشان اغلق المنيو. هانا ما راضي. شوز ماي ميتين. بالسبيس مو راضي يغير للماي او whatever it says. اقدر اغير نوع الاجابة 1 2 3. ما عندي لشجر واحدة. اوبس. زين اني ما قفلت الاو بي اس بالغلط. انا قاعد اضغط بالكيبورد وبس. ميبي انتر. انا نو. نفتح الصفحة المرة المليون. use scroll bar to change scroll bar مو space bar scroll bar really. Okay, that's weird. هل لازم أعبي؟ Nope. And we're dead. Let's try again. سابق رضاك ما قفز على الشجرة. لازم بالزفت بالشغل. ما ادري شغله ولا لا. عادة المطورين يعتقدون ان الالعاب بالحجم سهلة فهمهم. للأسف اللاعبين غجع وما كانوا معاك لما كنت تطور الجيم. فا I have no clue what to do. يمكن اعتقد اللي هو رسم الدلو بحيث ان هذا اللي على اليسار المؤشر الماي كم الماي اللي فيه. فيمكن احتاج اعبي ماي بس I have no freaking clue. هل احتاج ازقي الشجرة قبل ما تنمو؟ I tried that. اوكي فجأة اشتغل. لازم تضغط على الارض عشان تزقي الشجرة وباليمين مش باليسار. يب لازم نضغط على الأرض. فننتظر. هذا اللي يفرق بين اللعبة اللي قبلها واللعبة دي. ليش اللعبة اللي قبلها تفان؟ لأن القوش اللي تتطفر يمديك تروح تاخذه وإذا ما أخذته يطيرون عليك. There is more interactive. اللاعب ما بيكون سعيد بإنه يضغط على الزر وينتظر 3 ساعات. Well, nothing to happen. It doesn't feel good. It doesn't feel good انك تنتظر وما تدري هو اللي قاعد تسوي صح ولا لا. يمكن اشيل بالشغل الحين.
خليني انقل التعليمات من جديد. Left mouse click dig a hole in tree. Dig a hole in land or not to to plant a tree, not in the tree. Right click mouse, plant tree in the hole. To remove a tree, حبة الماوس في النص. Let's give it a try. Okay. هاي وش فادت الماي؟ اوكي عشان تجي اسرع. يا اللي ضبط مبهم الوضع. And it's not fun because I'm already bored of it. وش الجائزة انك بعد ما سوي العملية عدة مرات تقدر تشتري اشياء جديدة. اشتري دلو ماي اللي الاولي ما له داعي او نشان تحفر اسرع. So yeah, for me this is not fun. This is not fun. ساعي اني بيطمعون تعلمت كيف الوضع. اوه الحين اقدر استخدم الدعاء. Too late. على قصر دلو. يب لازم تضغط على الارض مو على الشجرة. So yeah. كيف صلح لعبة زي كده؟ I don't know. I will be honest. I don't know. إنك فقط تزرع. في لعبة لعبناها من زرع فا أو ثاني فيديو. نفس الشيء تزرع تبيع تزرع تبيع. It's not enough for the players. ديك اللعبة على الأقل تقدر تروح للدكان في المحل نفسه يعني في جسدي مش مينيو. Other than that, it's a good attempt. It's a good attempt to make a game, but this, كيف أحطه؟ الطريقة الوحيدة اللاعبني ممكن يفشل في الجيم إنه يمل منها ويطلع قبل ما يتعلم كيف يلعب الجيم, which I almost did. التحكم شوي ما هو how to put it. ما بدي أقول طبيعي بس متوقع. انه بالحبة اليمين بالشافل بينما هزر بالكيبورد and stuff like that. فيكون واجد اسهل لو تحط تعليمات التحكم في داخل اللعبة في مكان ما. لانه لو ما عندي الصفحة انا ونزلت اللعبة وسكرت الصفحة I will never figure it out. ومو واضح انك تضغط على الارض او انك what you're doing is effective يعني. اوكي الحفار يعني how to put it. لما تضغط مكان ما الشيء واضح انك المفروض تحطه في الارض بس الماي مو واضح انه يعني متوقع ان تسكي الشجرة هنا مو واضح انه لازم تضغط على الارض ولا مو بالحبة اليمين بحبة اليسار بعد. So yeah yeah امور زي كده تقدر تراويها اللاعبين الثانيين يكتبوا اللعبة وتراقبهم كيف يلعبوا اللعبة تشوفهم اي قد ضايعين وتسألهم مو تعلم كيف يلعبون اللعبة بحرف حرف لا تشوفهم وتشوف اي قدهم ضايعين بعدين في ذاك الوقت تقدر تكتشف وش تحتاج تعدل في لعبتك. Other than that الجول is not enough للعبة انك تزرع وتبيع. Really not enough. ما في اي شيء يقنعك انك تكمل في اللعبة يعني. Next game اسمها مزرعة جدي من إيفيلانو Gameworks. Okay, الصفحة معتنى بها which is تعطي اللاعبين الجدد يعني تعطي نفسك للاعبين يعطي فرصة للعبتك أكثر إذا تعتني بالصفحة زي كده. لعبة مزرعة جدي هي تجربة فريدة تأخذك إلى عالم الزراعة في قرية ساحرة حيث تعيش الحياة البسيطة للفلاحين. تبدأ المغامرة بقطع الحين حياة ساحرة وبعدين حياة بسيطة في شوي يعني كده رايك.
تبدأ المغامرة بقطع أرض صغيرة وتقدم لك اللعبة فصل زراعة مجموعة متنوعة من البذور من البطاطس للجزر والطماطم. ما يليش قرية نحم يمكن لأن جوعان. بينما تتقدم في اللعبة يمكنك توسيع مزرعتك كسب المال. ففي الحين موضح لك إن في هدف ليش تعمل الزراعة. دورة الليل والنهار في مزرعة جديدة تضيف لمسة جمالية للعبة دون أن تؤثر على طريقة اللعبة نفسها. I don't know. احس المدح الشيء ده في اللعبة مو انت اللي تحكي على لعبتك، غيرك يحكي على لعبتك. سوي ما المفروض تمدح نفسك في اللعبة في الوصف، ولكن فيتقدم لك مشاهد خلابة من الصبح حتى الليل. الهدف اللعبة هو البسيط، شراء البذور، زراعتها، رعاية المحاصيل، ثم بيعها لك اسم المال، توسيع مزرعتك. Let's give it a try. فالتحكم مازد شيفت تركض يتفاعل الماوس شراء. فهذا الجيم نزلنا made with unity by Evelino. مزرعة جدي في عندنا بروكلي، احب البروكلي مع الدجاج والرز يا اخي. غرسة جسر، درة، طماطم، بصل، بطاطس. It's a little bit slow. A little bit slow. Which is fine. I جايب لنا لينك. صباح الخير يا جدي. هل اشتريت لنا الرئيسات من المتجر؟ يمين المدخل. يمين المدخل. يعني طف وجهك يمين. اشتري يا ابن. اوكي. انزين. ايه. كم ريال عندي؟ 5 ريال. جميل. الارقام الاسعار مي واضحة. بالكاد اقدر اقراها بلون اسود وخلفية. ولكن اقدر اشتري بطاطس بريال. اتمنى ان عندي ادوات وما اتخسبع. شكرا يا جدي. هل نصبت الغازات في التربل اتمكن بيع المتجر بعد ما تنمو او تنطج او something. فالارض اوريدي واسعة وواضح ان هذيك الارض اللي تقدر تشتريها لاحقا على ما اعتقد. فنضغط اي. اوكي. ما احتاج اسقيها ولا شيء. زين. وما شاء الله اغني عندي اوتوماتيكي للسجاير. اوكي. انا زعف 5 بس سويت جلتش شكلي صارت عندي 6. زين. في كلام طلع هنا. شكرا جدي. هل نصبت الغيسات في التربة؟ يب. غريب ان الحفيد هو اللي يعلم الجد، يعني ما مفروض بالعكس، يعني الجد المفروض هو اللي عنده الحكمة فيعلم الحفيد كيف يلعب. بس anyway فنقدر نبيع ونشتري 2 بصل. ان كيف اقلب بين البصل البطاطس. تماتيكين يعني. ان انظر. انا راح اتعلى في التيس. لان انا اوكي مبالي اخر اسمه الحين. اقول كلمات. للمرة المليون نسأل ما شغل تايمر. بس خلينا نعمل تجربة حرة. خلينا نكلم العبقري زمانه. هو ما اتكلم لما تقرب مني يمكن يقول لك كلام يمكن لا يمكن يضزك. فاحتمال البصل يطول شوي او يمكن خلص اوريدي. يب. بيع
نجي نشتري طماطة واحدة وخمس بطاطسات. كل هذا في يوم واحد، سمعنا كل هذا كله في يوم واحد. صدق انا احول، ما جربت اني اغير نوع البذرة. انا ما اتذكر كان في التحكم يقول لك اي نوع من ال اجين، يمديك تقلتش وتضغط اكثر مرة ويحصد اكثر من مرة، which could be fixed. could be fixed. زين لما تضغط اي مرتين. زين الحين ابي اغير بين الطماطم والبصل، ما يمديك؟ ما يمديك. ما اعتقد في اي شيء اكثر من كذا، ان تزرع تبيع تشتري، تزرع تبيع تشتري الارض. الشيء المذهل لانه 3D ومتعوب على المكان شوي، it feels alive. المكان تحس انه حي، تشوف من بعد الآفاق في أشجار وكذا. So this is a good start يعني للعبة. بس محدودية اللعب انه فقط يضغط E is a little bit too little. اوه بقر، خليني اروح تعلف. فاللاعب يحب انه يكون عنده نوع من الايجنسي، نوع من الشعور انه هو قاعد يسوي الاشياء. فواحدة من الاشياء اللي تقدر تطور بهاللعبة انه تعطي اللاعب اشياء اخرى يسويها، منها انه بدل ما على طول حرف الاي تسوي كل شيء، يمديك تعطي اللاعب قدرة انه يكون عنده ادوات. هذه الاداة للحفر، هذه الاداة للسقي، هذه الاداة للحصاد، something. واعتقد طماطية واحدة. واي انا متأكد اني شريت واحدة ثانية من قبل. Did it die or something or did I lose it? I don't know. يعني انا ستيل مع انه يعني في محدودية، مع انه اوريدي خزبعني الطماط، في واحدة منهم اختفت. اوه ده كي انا ما اخذتها. وجي الارض البلوت بعد مو واضح عند الزراعة، بس it's not a big deal. يعني لو في طريقة ما تقدر تشوف المربع بالضبط وين البلوت، it's not a big deal لان ما في اي نوع من الفرق. already الارض مرة كبيرة. كان يمدينا اشتري له درع واحدة، ومع هذا قاعد العبها. قاعد اقول يعني ان اللعبة ناقصة، مع هذا قاعد العبها because الرسومات is good enough to be fun. ما انا شايف شيء لانه صار الليل. يا اللاعب يحتاج مور ايجنسي، مور ستاف تو دو. اي نو اللعبة زنقة، واللعبة يعني الخطوة ده في الانيميشن. شوف هاي طماطية واحدة صح؟ ضغط اي بسرعة 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 بسرعة. فهذا خطأ يبالي تصليح بدون شك، بيكوز من حبتين طماطم قدرنا نشيل 14 حبة. فيمديني اغش يعني، ما شاء الله البروكلي من جد جهنم سعره. فنقدر نشتري ثلاثة بروكلي ونسوي نفس الحيلة يعني. But you get it. اللاعبين للأسف الشديد ما تقدر تتمن عليهم، أي exploit موجود في الجيم بياكلوا أكل يعني. And that's it. It's a good start. الرسومات جميلة، الاعتناء في الخريطة جميل جدا، هي اللي عطت اللعبة حياة أصلا. تحس إن اللعبة أكبر ما هي عليه.
فالأمور كده يعني تحتاج اختبار. الأكواد ما تشتغل من أول مرة. It's nice work for 3 days. Definitely. Next game. يعني ما أدري وش أقول أكثر يعني. For now اللعبة ممتازة جدا كبداية game jam. Hopefully سهل إنك تضيف عليه. لو مصر تضيف عليه you might need to start over. But ولكن تقدر تعمل لعبة محترمة إذا هذا قدرك في عمل الجيمز. أنا أكره الليل والنهار لما يكون سريع جدا. أفضل إن يكون شوي أبطأ. But still. Very nice work. Next game. آخر لعبة من اختبار اليوم اسمها O2 من مازن أشرف. عندما يتهاون البشر في الاهتمام بالزراعة يكون نتيجة تدهور الأرض. أوف. مهمتك في هاللعبة هي إعادة حياة الأرض. اوكي هدف نبيل. صدقني البشر ما ادري ايش اقول لك مره كومبلكس مو بس ولدي ولكن ليتس جو ات ليست يعني قص لعبه زي كذا اللي هي وجهه نظر للتوعيه اتس نوت باد. بعد عقود من الثوره الصناعيه لم يكن في بال البشر ان قد يؤثر انبعاث ثاني اكسيد الكربون على حياة الأرض، وبعد محاولات فاشلة للحفاظ على الحياة، يتغلب طمع البشر وأفسد الحياة على الأرض. في ذلك اليو إن والليفل تبع ثاني أكسيد الكربون إنتاجه في الدول مراقب يعني عن حساب. To prevent something like this. اذهب الى المعمل خلف السفينة لتعقيم المياه. اوكي التحكم شوي غريب شوي. الماوس يقلب التوجه بس it's not bad يعني مو شوي غريب not يعني شيء سيء وانما اقول it's interesting. يعتمد على اي قد اللاعب اي في مربع كولوجن حول السفينة. اوكي no problem. لما تقول خلف وين الخلف هنا مو اسهل لو تقول west east south. انا حاليا خلف السفينه يعني I don't see any place any plant. اوكي على الاقل يمنعني ان اطلع برا الخريطه ولكن ما اعتقد المطور كان في راسه انه ممكن اللاعب يضيعون بيكوز الهدف مو واضح وين مكانه. اريني انا رحت ورا الخريطة ورا السفينة لانه مكتوب خلف السفينة والسفينة هذه هي قدام يعني خلفي تكون ورا بس خليني اروح امام السفينة. وش سالفة المربع البني ذا المكان اللي ازرع فيه يعني تعرف انا ما انتبهت انه في اوبجيكتيف فانا رحت لل او بوي يمكن يقصد في السفينة نفسها يعني ما هو معمل وانما السفينة هي اللي تلقي الماء يمكن. لم ارى ماء نظيفا على كوكب الارض منذ فترة طويلة. ابحث عن بدو بجانب الشجرة بجانب الأشجار كأني أنا أشوف شيء على الأرض. Thank you. الحظ هذه الشجرة لديها بذور قوية تحملت كل هذا. لم أتوقع أن لم أرى الأشجار هكذا من قبل. لقد ولدت وكانت الأرض قليلة الأشجار.
Is that it? I wonder. Damn, إذا انقرض الأرض كان بهالسهولة دي. جي. إن البشر لم يتغيروا. There's more to the game. Let's take. Nope. Well, it's an interesting experience, which is really important. اللهم انصر الغزة لغزة القرى. تبدأ في وين؟ تزرع في حارة بيتك؟ ولا تروح لجمعيات خيرية وتحاول تغير القوانين أو I don't know. يعني I wish if it was that easy أو تعمل تبرعات للأماكن الorganizations لزراعة الأشجار وإنقاذ الغابات من النيران ولا للأسف إحنا في البوليتكس نتكلم كثير بس ما عندنا يد في الأمور دي بس anyway فيها رسالة اللعبة which is beautiful قصيرة جدا that's the only problem بس يعني كمبدأ إنه يمديك كفكرة كبروتوتايب not bad لو تلاحظ اللاعب ما عنده ميكانيك كثير إنه بس روح حصل ولكن طريقة الإلقاء مهمة جدا في الفيديو جيمز يعني الإلقاء بطريقة إنه في رسالة في فيديو في ناريتر صوت يتكلم معك and في انا شفت الشيء على الارض من قبل يمكن هذه البدور سو ممكن تنعمل لعبه بالاسلوب ده وتكون فكرتها مختلفه بقصه مختلفه يعني مو لازم تكون زراعه الارض وانقاذ الارض وانما طريقه اللعب ممكن تتطور وتكون بازل سولفينج وبنفس الطريقه فبالتوفيق Well done. وأعتقد هذا آخر لعبة بختبرها في اليوم هذا. فشكرا للمتابعة ونراكم مرة أخرى.